الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، روى المصنف بسندي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، وقلنا ان هذه السلسله الكلام والخلاف فيها كثير جدا من العلماء، والذهبي ذهب الى انها لما من يروي عن عمرو بن شعيب ثقه فالسلسله صحيحه، وهذا صحيح. قال ايما عبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال دول ليس هو عباس الجريري، قال وهو وهم لكنه شيخ. الحديث حسن، الحديث سنده حسن. نعم. وبسندي عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه قالت لنا، كانت تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان لإحدكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه. يبقى هنا منطوق ومفهومه، إن كان ليس عنده ما يؤدي يبقى ما زال عبدا فلا تحتجب عنه. قال: فإن كان، إن كان إحدكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. تعلمون من الحديث مضى أن سليمان لما استأذن على عائشة رضي الله عنها أرضاها وكان مكاتبا، فقالت له: يعني أديت؟ قال: بقي علي كذا وكذا. قال: إذن فلتدخل فما زلت عبدا. قالت: إذن فلتدخل فما زلت عبدا. وهذا، هذه الأحاديث كلها تدور حول هذا، بأنه من بقي عليه من الأواق ما بقي كثيرا كان أو قليلا، على قول الشافعية والجمهور بأنه لا يزال عبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب ما بقي، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني إذا بقيت عليه أوقية فهو عبد، يعني ما زال رقيقا ولو حكم الرقيق. وفيه دلالة أيضا على جواز بيع المكاتب، لأنه رق مملوك، يجوز أنه يبيع ويعطي ما دفع بيكون لسيده، وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به كما قال الأكثرون. وهذا حديث قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: غريب هذا، آخر كلام الإمام المنذري. قال الشافعي: ما وجدت أحدا روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلي، هذه فتية، وهذا إلا عمرو بن العاص، وعلى هذا فتية المفتين أنهم يكونوا عبدا، في قول سواء عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ. وأخرج الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا همام حدثنا عباس الجريري فذكر ثم قال: وقال المقري وعمر بن عاصم عن همام عن عباس الجريري، انتهى. وفي الحديث الثاني في قوله: إن كان لإحدكن، ففي قوله فلتحترب عنه، لأنه صار حرا إن أدى أو عنده الأداء، لكن إن لم يؤدي دلالة أنه إن لم يؤدي صار هو عبد، ما زال عبدا. ولذلك لو مات فأبناؤه رقيق وماله يرجع لسيده لأنه لا يملك، ولأن النبي قال: قال من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده، يعني ليس له مال. الفاظ المستنبطة: كل قاعدة كلية استثناءات من هذا، لأن احنا دائما نقول الحكم يدور مع الغالب. هنا لو أدى غالب المال، لو أدى غالب المال فإن الحكم أيضا يبقى على أنه مكاتب ولو بقي عليه درهم واحد، فهذا هذا هذا خالف القاعدة العامة أن الحكم الغالب. جواز رؤية العبد سيدته أو سيدته بمهنة البيت، ولذلك لما دق النبي صلى الله عليه وسلم الباب، يعني خشية فاطمة كانت تخشى، ذهبت ترتدي الثياب، يعني انغطت شعرها بانت رجلها، انغطت رجلها بان شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا: لا عليك فإنما هو أبوك ومولاك، لا عليك فإنما هو أبوك ومولاك. فدل أن العبد يرى سيدته إن كانت بمهنة البيت. ولذلك مولى أبي حسين، مولى أبي حذيفة، كان يدخل عليها فضلة، ولما نزل الحجاب غار أبو حذيفة، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تحرمي عليه.
وسعة الشريعة لا تترك شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا